بتكذب؟ كتير. ما في حدا ما بيكذب، بيقول لك ما بيكذب بيقول لك كذاب. في شي كذبة كذبتيها هيك تقيلة نجتك من شي شغلة؟ كتير. بتكذبي كتير؟ يا عيني. في عندك هيك شي كذبة كذبتها بحياتك وبعدك مذكرة قوية؟ ايه. شو هي؟ انا اجيت لهون. هاي كانت كذبة؟ ايه والله. شو اخر كذبة كذبتها؟ هلا صاحبي قال لي جبت البضاعة، قلت له هي كلها بالمحل، وهي ما في شيء بالمحل هلا. اركض. امتى جيتك البضاعة؟ ان شاء الله هي اجت اجت وهي بعدها بدها يومين لتوصل. يا زلمة. بدك تضلي تكذبي ما فيك. خلص. حيشوفك صاحبك. شو أكثر شيء فرحك بحياتك؟ يعني بهالولاد فرحان، بهالولادي عندي 8. ما شاء الله. وشو أكثر شيء نكد عليك بحياتك؟ كمان هن ولادي نفسهم. مين أغلى حدا بولادك؟ 2 سوا. الاثنين؟ عندي شابين الحمد لله. ما حدا حيصدقك، مين الكبير ومين الصغير؟ الكبير محمود. بتحب الكبير أكثر ولا الصغير؟ لا والله نفس الشيء، والله نفس الشيء. ما في حدا بحب نفس الشيء. لا والله، محبة قد بعض يعني. مين بتحبي؟ آدم. الصغير؟ والله انه بيخدمني بيخدمني. طيب والكبار شو عم يعملوا؟ الكبار بيعذبوني شوي بس شو نقول الحمد لله الله يهدين يا رب. شو حيعملوا فيكي هلا اولادك الكبار؟ عادي بيعرفوا هالشيء. بيعرفوا متعودين. عندي المراه حردانه قلبت اهلها وعم نتغدى ونفطر ونتعشى بالمحل انا وشغيلتي. الحمد لله ماشي الحال. يعني المدام مش موجوده ما في اكل. شو اكثر شيء شاغل بالك هالايام؟ انه كون اولادي احسن مني. حبيبي يا عمو. وين رايحة؟ عبي موي. والله انت strong and independent woman. مين حيحملهم هلأ الأقلان؟ واحد أنا واحد هي. والله في التعاون قوة. يعطيكم العافية. قولي لي شو أكتر شي بيزعلك وشو أكتر شي بفرحك؟ نهار المبيع بدي يزعل بزعل من قهر، ونهار البيع كل مبسوط. يا عيني. شو أكتر شي عم تفكر فيه هالأيام؟ عم خلص بيتي. بدك تتجوز؟ ايه ان شاء الله الف مبروك. تسلميلي تسلميلي. قديش الحياه؟ شوفوا مرتي اللي عمولها تسلميلي تسلميلي هلا. شو اكثر طبخه ما بتحبي تعمليها؟ ما بحب اعملها الملوخيه، بحسها بتعذب مع انه هينه بس بحسها بتعذب. تركتي الفوارغ والورق ولا ما بعملين انا؟ حماتي مدلليتني هي بتعمل. خز العالم. شفتي؟ يعني مرتك حردانه؟ ايه زعلت مني والله من شوي. طب وصل لها الرساله. هو هلا صارت الفضيحة على الانترنت، يعني محمد رجعت بهدلنا عم ناكل سردين. بتحبها؟ ايه كثير. قل لها بحبك ام احمد، انا بحبك. يلا خلص ارضي عليه ام احمد، صلي على النبي.